لماذا الترف أو ما يعرف في زماننا وعصرنا بالكماليات، لماذا هو مفهوم غير مرحب به وغير مقبول في القرآن؟ القرآن يريد منك أن يكون الإيمان وعبادة الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم الحساب رقم واحد في حياتك، ولكنك حين تزيد في التوسع على نفسك في تلك الكماليات أنت في واقع الأمر تكون قد أنقصت في ذلك الجانب المهم. بمعنى آخر، الأولويات عندك تغيرت وتبدلت في الأماكن، فالقضية لا تقف فقط عند الحدود الحمراء أو الخطوط الحمراء من الحرام والحلال، لا، القضية تتعدى هذا لأجل أن تحمي نفسك من إشكالية خطيرة، تلك هي إشكالية الترف.